أحبائي الأعزاء المشتركين بالقناة والمتفاعلين مع البرنامج التعليمي للعرب بأشهر الأغاني العربية والمغاربية وكذلك تعريف المقامات والإيقاعات العربية. فكنطلب منكم دائما السبسكرايب واللايك والشير لتدعمونا ولنواصل أكثر وأكثر، وكذلك نستفيد من تعليقاتكم بما فيها اقتراحات ديالكم أو تعليقات أو طلبات أغاني، فمرحبا. فاليوم غنديروا أغنية جميلة وهي أغنية ما منك زوج انت واحد للفنان عبد الهادي بالخيار. غنعملوا المقدمة الموسيقية وكذلك المقطع الأول والثاني، وإن شاء الله إذا بغيتوا المقطع الثالث فاكتبوا لي في التعليقات وإن شاء الله يكون المقطع الثالث فيما بعد، وابقوا معنا لتستفيدوا. أولا أغنية ما منك زوج انت واحد للفنان عبد الهادي بالخيار هي في مقام بياتي على الصول. بياتي على الصول نبدأ من صول من هنا. والبياتي على الصول كتكون في سي بيمون والمي بيمون ولا بالربع تون في السلم الموسيقي. سي بيمون المي بيمون ولا بالربع تون. اما بالنسبه لطريقه تمرير الاصابع واللي يسالون عليها الكثير من الاخوان هي بهالطريقه 1 2 3، ثم 1 2 3 4 5 والرجوع كذلك. يعني معظم المقامات كتمشي بهالطريقه، التمرين مهم جدا. فبالنسبه اللي غيتبع معايا انه يعزف معايا فانا درت ناقص 2 في ترانسبوز، يعني ناقص 2 انصاف الابعاد، يعني بعد انا ناقص بعد، يعني انني تنعزف الدو كارست على بياتي الصول، دو كارست في البياتي على الصول. باش اللي بغى يتبع معايا يدير ناقص 2 في ترانسبوز. فغناخذوا المقدمه، غناخذوا ايقاع مغربي مصرف على سرعه 88 ونبداو المقدمه. هذه فيما يخص المقدمة الموسيقية. الآن غنشرحوها. فكنبداو يعني بإيقاع مصرف من هنا من صول، ثم الناي، طبعا المقدمة الموسيقية هي بسيطة يعني فقط مع التكرار ممكن التعلم ديالها. الآن غنعاودو نفس المقدمة وندخلو الغناء المقطع الأول.
نشعل غزالي قنديل أن تفكر أيام الزمان نروي الحكاية للي يتفاجأ القليب العيان نشعل غزالي قنديل أن تفكر أيام نروي الحكاية للليل يتفاجأ القليب العيان وعلاش علاش نسيتينا نسيتينا من بعد العشرة والعاد وقداش تشوفك عيني عينينا ما منك زوج انت واحد وعدي والجمال ساني وعدي والجمال ساني والجمال ساني والجمال ساني ما نساني وما نساني هذه فيما يخص المقطع الاول غناء ديالو فانا كنحاول يعني فقط باش نبسط الامور ثم كنمشيو للمقطع الثاني اللي هو غنعاودو نفس اللازمه الموسيقيه ثم غناء المقطع الثاني واحد في النخوة والجمال والجلسة وحلاوة الحديد واحد في القصوى والدلال مكتوب ترحم وتغيب دخلت عليك بلا محبة بلا محبة بلا محبة الكبيرة والوجه صافي على شجرتي بلا سبة بلا سبة راس كاتب في جواب ماشي كافي دخلت عليك بلا محبة بلا محبة بلا محبة الكبيرة والوجه الصافي على شجرتي بلا سبة بلا سبة راس كاتب جواب ماشي كافي وعلاش علاش نسيتينا نسيتينا من بعد العشرة والعهد وقتاش تشوفك عينينا عينينا ما منك زوج
هذه القطعه يعني المقطع الاول والثاني، وان شاء الله الا بغيتوا المقطع الثالث فكتبوا لي في الكومونتير بانكم بغيتوا المقطع الثالث فان شاء الله نديرو. فبالنسبه غنشرح واحد الشرح مبسط بالنسبه للمقطع ديال الرست اللي كيصبح هنا رست على الضو. دخلت عليك بلا محبة الكبيرة والود الصافي هنا كنصبحوا رص على الضوء اللي كنديروا فيه السي بالربع تون والمي بالربع تون، ولكن في الرجوع هنا كنرجعوا حجاز على الصول. دخلت عليك بلا محبة الكبيرة، هنا حجاز على الصول الود الصافي كنرجعو الرست على الضو، يعني هذا للتنويع. كنتمنى لكم هذه الحلقة أنكم تستفدوا منها يعني فيما يخص المقطع الأول والثاني، وإن شاء الله إلا بغيتوا المقطع الثالث فاكتبوا لي في الكومنتات في التعليقات أنكم بغيتوا المقطع الثالث وإن شاء الله يكون. وإلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله.